موضوع الهزات في عفا قطاع الطيران سواء على الصعيد الوطني او على الصعيد الدولي، فلا داعي باش نعطيكم شعار طويل على اخواني اللي عاشوا في البلاد هذه ازمه اقتصاديه في عفا قطاع الطيران. فالأزمة أثرها طبعا الأجراء ديال مجموعة الخطوط الملكية المغربية سواء اللي كيعملوه مع الخطوط أو من خلال الفروع اللي فيليال ديال هذا الشركة. هذه الأزمة الاقتصادية الله أعلم الاتصال مع كل نقابات الدول إلى العالم وبالخصوص في قطاع النقل الجوي، قطاع البحري مثلا والاخ رمضان مسؤول عن النقل في القطاع البحري عبر التراب الوطني لم يتاثر قطاع النقل البحري، ولكن القطاع الجوي تاثر كما تعرفون مرحلات طاق مصر متقاربين بالأرواح ومتقاربين بالأفكار. اسمحوني في بداية أن أنقل لكم تحيات كل المناضلين والمناضلات في قطاع النقل وقطاع النقل الجوي، خصوصا تحيات ستيف كوتن من العالم للايتيف الذي يعتبر من أقرب الأصدقاء للاتحاد المغربي للشغل، والذي بذل جهودا غير عاديه للمنتج التنفيذي للاي تي اف بالموافقه على عهد منتخب الاي تي اف القادم من 2023 لنظم مره العالم العربي في مراكش. فكنا فخورين بهذا الشيء، هذا مؤشر على ديمقراطيه الاتحاد الوطني للشغل، هذا مؤشر على مكانه هذا الاتحاد العالميه، وهذا مؤشر على ان هذا الاتحاد يقود حركه نقابيه حره ديمقراطيه مستقله. لكم ايضا ان تعلموا ان روتشارد بارو كانت من اكثر القياديين سعاده عندما علمت ان هذا المؤتمر سيوقع في المغرب، وذكرت انه من اكثر سبقونا في هذا القرار. بجميع المقومات المهم في الجميع في كل مقومات الاقتصاد الوطني، وبالتالي وبان الان بان بان مع البانديمي بانت الاهميه ديال القطاع، تنشطوا القطاع السياحي تقريبا متوقف على المقلوب، وهي في 100% يعني شنو داروا؟ 98% بمعنى ان هذا المؤتمر يضم الممثلين ديال كل الشركات اللي كتشتغل مع المجموعه ديال الشركه ديال الخطوط الملكيه المغربيه، وكما هو معلوم يعرف قطاع الطيران الجوي ازمه اقتصاديه من جراء كوفيد 19 أثرت سلبا على الأوضاع الاجتماعية لعموم الأجراء. ففي بلادنا مثلا تم تسريح مجموعة من الأجراء، تمت مغادرة طوعية إلى آخره من المآسي الاجتماعية. فاليوم ينعقد هذا المؤتمر من جميع القوى من أجل تشكيل واحد القوة اقتراحية لدى الإدارة حتى نواكب هذه الأوضاع ومسايرة أوضاع الشركة من الناحية الاقتصادية حتى الانطلاقة إن شاء الله الجديدة. وشكرا. فريد فوزان نائب الكاتب العام لأطلس سيرفر مجموعة الخطوط الملكية المغربية. بسم الله الرحمن الرحيم. نندد مجهودات المكاتب النقابية وعلى رأسهم الكتاب العامون، ومن طبيعة الحال تحت الإشراف الفعلي للأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وبحضور ممثلي منظمات دولية الاتحاد الدولي للنقل، وبدعم ومساندة الأمانة العامة والأمانة الوطنية،
تم تأطير المؤتمر الوطني لإنبعاث الجامعة الوطنية للنقل الجوي تحت شعار متضامنون حتى الخروج من الأزمة، متضامنون حتى الخروج من الأزمة، وهي بادرة معهودة من منظمتنا النقابية وبطريقتها ومنهجيتها ودبلوماسيتها في الحوار، وخصوصا في هذه الظرفية التي تعرفها بلادنا، وهي ظرفية ملائمة لتقويم تنظيم النقابي والدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة داخل مجموعة خطوط الملكية المغربية، لا سيما بعد ظهور جائحة كوفيد-19 التي أثرت طبعا على حركة التنقل الجوي عالميا. والهدف هو تجسيد قوة تنظيم النقابي بتنوعه وتعدده وتضامن مناضلاته ومناضليه، والتشبث بالوحدة النقابية، وكذلك توحيد الصفوف وتوحيد الجهود من أجل النهوض بالقطاع وتثمين الموارد البشرية والمشاركة الفعالة في القرارات والمخططات التي تهم مستقبلنا. عاش الاتحاد المغربي للشغل، عاش أطر ومستخدمي مجموعة خطوط الملكية المغربية، وشكرا. الكاتب العام للمكتب النقابي للخطوط الملكية المغربية، نعقدوا هذا المؤتمر كما لا يخفى الجميع بأن العالم كامل والبلاد ديالنا تتمر بواحد الأزمة اقتصادية وأزمة اللي هي وبائية، اللي هي يعني ضربت واحد الشكل حاد في القطاع ديال النقل الجوي. الاتحاد المغربي للشغل تعرف يعني قطاعات كثيرة اللي هي حيوية واللي هي عندها الجامعات، فكان لزاما علينا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والوبائية ننظموا أنفسنا وندير واحد الانبعاثات ديال هذه الجامعة الوطنية للنقل الجوي من أجل ترصيص الصفوف ومن أجل واحد التضامن اللي يكون ما بين كل المكونات ديال مجموعة الخطوط الملكية المغربية والشركات العاملة في هذا القطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. عرشاوي خليل، الكاتب العام للمكتب النقابي أطلس سيرفر، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. طبعا من بعد هذه الظروف المزرية الجائحة ديال كوفيد، القطاع تضرر بزاف، المجموعة كلها طبعا تضرت بزاف، وأعضاء المكاتب فكروا يكونوا واحد الجامعة وطنية باش نوحدوا الجهود في المساهمة بالنهوض بالقطاع بمجموعة الخطوط الملكية المغربية، ومع وهذا ما كيمنعش باش نقدموا جميع الحلولات، جميع الحلول لكي نحافظ على المكتسبات وعن مناصب الشغل، وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.